خلونا نشوف تداعيات هطول الامطار على محافظه كفر الشيخ، ازاي تم التعامل معاها. معانا على التليفون اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. سياده المحافظ صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نطمن على الوضع في المحافظه، عامل ايه دلوقتي بعد موجه الامطار؟ هو الحقيقه احنا دايما بنتعرض في الشتاء لموجات متعدده من الطقس، ترتفع من متوسط الى غزير، وخصوصا المراكز الساحليه عندنا. عندنا مراكز على 120 كيلو على البحر الابيض المتوسط زي البرولوس والبلطيم ومطوبس وخلافه، ايضا المراكز التاليه لحد منتصف محافظه كفر الشيخ في مدينه كفر الشيخ. الحقيقه الامطار السنه دي الجو بالرغم من تاخر الشتاء الا انه جاي الموجه طقس قويه بتخلي الامطار تتساقط من ساعتين لاربع وتصل الى ست ساعات، وده بيحمل الاجهزه التنفيذيه عبء عوده الحياه لطبيعتها باسرع ما يكون بالتنسيق مع كل الجهات. يعني اجهزه المحافظه تبقى موجوده لكسح المياه وشطها اول ما الامطار تتواصل متوسطه لاكثر من 7 ل10 دقائق، كله بيتواجد في المواقع النقط السوداء اللي احنا عارفين انها تجمع فيها الميه، ايضا بيتشارك معنا شركه الميه في سحب باجهزتها برضه سحب المياه وتخفيض المناسيب اللي موجوده في الصرف الصحي لاستيعاب الميه عبر الشفاطات او عبر مواقع سحب الامطار اللي موجوده شبكات الصرف الصحي. ايضا اجهزه الكهرباء بتنزل عشان تعمل اي اعمده اناره قد تتعرض من سرعه الرياح وخلافه لسقوط او ضرر، وبيتم تخفيض بعض الاماكن اللي متعرضه لاضرار شديده من قوه الاناره في الشوارع العامه وليس الاناره السكنيه. مفهوم. ايضا الري بيتعاون معانا بيخفض المناسيب لسحب اي تجمعات من الميه، هي كل بيتشارك حتى اجهزه وزاره الداخليه بتنزل معانا مديريه امن كفر الشيخ الحقيقه عربيات الدفاع المدني تقوم بسحب المياه، ايضا المجتمع المدني اللي عنده اداه او اله لسحب المياه بيتشارك لوحده بدون حتى دعوه ليه، الا ان احنا الحقيقه المجهود العام الحمد لله حتى الان ما بنحاول ان احنا نعيد الحياه لطبيعتها في خلال الساعات التاليه على طول، بحيث ان المواطن يقدر يمارس حياته الطبيعيه ويتوجهه لمدارسه واوقافه، والا ان بعض المواقع اللي بتبقى متطلبه قد معطل الدراسه بالتنسيق مع عمليات الاجهزه الاخرى او المحافظات المجاوره او عمليات وزاره التربيه المحليه. ايضا المينا الصيد عندنا قد ترتفع سرعه الرياح وارتفاع الامطار، وده بيخلينا برضو نرجي فتح المينا او غلقه لفترات محدده لحين انتهاء الموجه السيئه. الحمد لله بصفه عامه الاجواء حتى الان جيده، اتمنى ان احنا نستمر كده طول الشتاء باذن الله ان شاء الله. طيب احنا عندنا غرفه عمليات في المحافظه يا فندم. غرفه عمليات المحافظه متواصله مع غرف عمليات كل المراكز وايضا المحافظات المجاوره وايضا عمليات التنميه المحليه ومجلس الوزراء، كل الجهات بتبقى متشاركه في نقل المعلومه، والتنسيق الاساسي بيبقى كمان مع هيئه الارصاد لان هي اللي بتحدد لنا عبر الساعات القادمه ايه الاتجاهات او مراكز ايه اللي بتتعرض لامطار اكثر. لكن احنا عارفين ان المراكز الساحليه اللي عندنا بتبقى متعرضه بصوره قويه لسرعه رياح او امطار غزيره او مفهوم. طيب هل في شكاوى من المواطنين وازاي بيتم التعامل معاها؟ هو اي شكاوى بتطرد لغرف العمليات سواء سقوط بقى اشجار او اعمده اناره او تعرض او تضرر لاي موقع بتنتقل الاجهزه على طول، وبيتم اختار الجهاز المعني سواء الكهرباء سواء شركه المياه سواء الاجهزه التنفيذيه عندنا وتنتقل، ولا قدر الله لو حصل
إصابة أو حاجة بيتم التواصل مع غرفة عمليات الصحة أو الإسعاف، تم الانتقال والتعامل مع الحالة، وبإذن الله الحمد لله ما يعني حتى الآن ما فيش تضرر على هذا النحو. عظيم. طيب إذا من كلام حضرتك محافظة كفر الشيخ من المحافظات المطيرة، هل تغيرت الأماكن اللي فيها المطر السنة دي؟ هو الأماكن المعتادة لسقوط الأمطار أو تجمعاتها مرصودة عبر السنوات السابقة، لكن هو شدة الرياح مع سقوط غزارة الأمطار واستمرارها لعدة ساعات بيعمل عبء طبعا على أجهزة التنفيذية وعلى الحكم وعلى أجهزة الخدمات المعاونة زي شركة المية أو أجهزة الكهرباء، لكن الحمد لله كل بتعاون. أهم حاجة عودة الحياة طبيعتها وشفط الأمطار، لأنه حضرتك عارف أن بعض الطرق الترابية في القرى سقوط الأمطار عليها بغزارة بيحول الأرض إلى طريق غير صالح، فبيتم التعامل بصورة قوية منعا لتعطل الأعمال أو التوجه في مواقع مدارس أو مستشفيات أو كده. طيب عظيم. طبعا محافظة كفر الشيخ محافظة زراعية وكمان بتشتهر بالصيد، هل في أي نصايح أو أي دعم بيقدم للمزارعين أو الصيادين؟ هو بالنسبة للصيادين التوجه بيبقى من مينا الصيد اللي منسق مع غرفة العمليات في المحافظة وهيئة الأرصاد، وبيتم منع الصيد في حالة ارتفاع سرعة الرياح أو الأمواج، وبالتالي الصيادين بيبقى مقدرين إن احنا بنمنع الخروج بتاع المراكب نظرا لأن حالة البحر غير حفاظا على حياتهم طبعا. طبعا حفاظا على حياتهم، وأول ما بترجع الحياة لطبيعتها بيتم السماح بالخروج. أيضا المزارعين الحقيقة دي توجه من مديرية الري أو الزراعة في التعامل المباشر مع الأماكن اللي بتتعرض لأي تضرر، لكن الأغلب إن احنا بيتم توجيه المياه المتجمعة إلى المجاري المائية اللي موجودة أقرب مجرى مائي، بحيث إنه يبقى الري برضه بيتعامل مع خفض المناسيب في الاتجاه اللي بيتعرض لتضرر. عظيم. كل الشكر ليك يا فندم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، شكرا جزيلا لحضرتك.